قلبي هم يا مطعنوني ناس يا مطعنوني ناس يربطني فيهم دم لا تقول ليش اهتم بس هذا كل اللي صار. زي أنا كلمت سعد ليش ما خبرني؟ يلا سعد خاف عليك، أنت فيك ضغط وسكر وخاف إذا قال لك يصير فيك شيء. المهم إنك بخير يا طلال، قرت عينك يا عمتي. وين أبيك؟ تبي الصجم؟ سالم حبيبي ما قصر، جزاه الله خير. قعدنا نفتر من مكان لمكان، من شارع لشارع، من مستشفى لمستشفى. احنا لو نعرف احد من ربعك كان على الاقل سالناهم، بس ما نعرف. بس خبص قلبي يا يما. ما قصرت يا سالم. افا يا طلال، احنا اهل وانت اخو. ها اشوف كل المدح راح حق ريلي سالم، انا نسيتوني. احنا نقدر ننسى، انت الاساس. انزين من رخصتكم واروح اخذ علي. اقعد اقعد، وين رايح؟ بروحك مريض ومتشلخ، ترى ولدك بخير ما في الا العافيه. الحين عايشه تروح بيت بدريه وتجيبه. انزين مو يمكن دانا ودته المدرسه؟ اتصلي عليها وسأليها ان شاء الله. يما عاشه لو سمحتي روحي خذي لي هال من المدرسه لان انا برجع الشغل. حاضر يبا. يلا مرة رخصتكم. حفظ الله يا سالم، حفظ الله. ألو. الحمد لله، الحمد لله يا شاهين. اليوم الصبح وصلت الأوراق، الحمد لله رب العالمين. بس يعني لازم الريال يجي ويتنازل. وأبشرك يا شاهين، النيابة أصدرت أمر بالإفراج عني بكفالة لين موعد المحكمة. شل بلوى اللي بليت نفسك فيها شاهين. أي بلوى؟ أي بلوى شاهين؟ أو أي مصيبة؟ شو أسوي؟ هذا نصيب. أنا محامي وعندي قضايا وفوق الألف قضية، وتطلع ناس من السجن ما تقدر تطلع نفسك؟ هذا أقول عن المسخرة وعن المطنزة، هذه مو بوقتها الحين. ما اتصل فيني أنا مال الحراج عشان أدفع لك؟ شو دعوة؟ ما عندك تدفع. ومن قال لك ان انا متصل لك عشان انا ابي فلوس؟ يا شاهين انا متصل لك علشان تجي تكفلني. اذا كذي معله انا حاضر اكفلك. بس اخوي عيسى يعني السؤال. تفضل. تدري انت ادرى مني في امور القانون، يعني انت لو شردت ممكن الكفيل ينسجن او يدفعونه فلوس؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. خلاص هذه أوراق الكفالة جاهزة. زين ممكن سؤال طال عمرك؟ أكيد تفضل. تدري هذه أول مرة في حياتي أكفل مجرم. شنو؟ مجرم؟ إي مجرم بعد شنو؟ عيل ساجنينك على إنك كاسكو دعمت واحد وبغيت تذبحه، مجرم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا هلا خالد. خير يا عيسى.
خير ما علي، بعدين اقول لك يا خالد، الحين اهم شيء اكفلني وطلعني من هالمكان. بس تار. مشكور وما قصرت يا شاهين. هذا خالد والحمد لله بيقوم بالواجب. العفو. ما قصرت. تفضل طلال. انت متاكده انها قالت لك بتجيب علي؟ ايش فيك؟ وتوني مكلمتها قدامك؟ يا يمه، ليش ما ترتاح وتريح ولدك وياك؟ ولدي ايش فيه؟ مو بقاصره شيء. اقول لا تسوي روحك غشيم، امي قصدها تقول لك ان ولدك محتاج حضن ام. البركه فيك وفيها. طلال، هي خلاص راحت، انساها. ومن يا ابطالي هاي الحين؟ يما الله يخليك، سكري هالموضوع. عقب اليوم انا ماني ساكته. انت ولدك ما حد درى عنكم، ولا حد حس فيكم محتفين الا بالليل. انا على بالي ولدك عند عايشه، وعايشه على بالها ولدك عند دانا. ما يصير كذي. انت ليه متى بتتم كذي عزوبي؟ لو في مره فيها خير كان ما صار هذا كله. تشفيك؟ ما تعرف تفكر؟ ما تفكر بمصلحة الولد؟ ومن قال لكم ان انا افكر في الزواج؟ يما انت ما تبيني اكون مرتاح؟ انا مرتاح كذي. دانا؟ لا، شيخة بنت خالك. الو، هلا يما، شفيك؟ ليش تبكين؟ علي يا علي، يلا أبيك ما تخلص الأكل كله. ديل؟ ديل. يلا. دانا، ليه ما وديتي المدرسة؟ كذي يتأخر؟ لا يما، أنا قلت اليوم بودي بيت يدته. ما هو على كيفك ولا على كيفه تودينا بيت يدته. تخربين عليه دراسته ودلعك، هذا بيخرب علينا الولد. لا يما، أبوه هو اللي يبي هالشي. شنو؟ أبوه؟ وانتي من متى تحاكين ابوه؟ لا يما، انا ما كلمته، بس اختها عائشه اتصلت فيني وقالت لي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اوه، علاوي تو يشرب حليب؟ متاخر يا يبوي. يلا 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 ماما، شبعت؟ اي الحمد لله. يلا قوم في الحمد لله. بوب. يلا يلا. شنو هاي؟ هاي ريوق؟ حلو ابوكم معلبات ومسمينها ريوق بعد؟ ايش حق هالمطبخ اليابانيين وثلاجه وفرن؟ يعني شنو؟ جس حطيتوا لكم هناك ثلاجه صغيره في الصاله وحطيتوا فيها معلبات وحطيتوا له. جاسم، اكل وانت ساكت. لو سمحت ما حط طلب رايك وما بيك تتدخل. الزم حدودك يا راشد. احترم نفسك والزم حدودك، لا تكلم طلال بهالطريقة. بعدين خليك ريال يا اخي. ريال ومحترم غصبا عنك. وانت يا ابو المريلة لو صج ريال كان ما خليت الغرب يتدخلون بيننا. نعم سعد، ايش فيكم؟ صلوا على النبي يذكر والله. المشاكل ما تنحل بالهواش. هالغرب اللي تتكلم عنهم هلك. اشوف رامي يروح يجيب هلك؟ اصلا هلك متبرين منك، من فعالك الشينة. سعد، ريال في بيتك وانت ولد اصول. سعد يا يما، علامكم يا حبايبي، علامكم كذي تتخانقون؟ ترى انتم ريال ريايل. اقول خلوا عنكم الهذره وهالكلام الفاضي. يقول لك راعي اصول، راعي الاصول ما يمنع المراه عن ريلها ولا يقوي راسخته ان ترد بيته. يلا 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 بسرعه، روح جيبها ونادها. يلا بالي هالكلام الفاضي. يلا انت سامعين شلون يحاكيني؟ كان يشتغل عنده. يا يمه ما يخالف، تصبر هد اعصابك. راشد، الدين والعقل يقولون انها هي مرتك، ما حد يقدر يمنعها عنك، لا سعد ولا غيره، بس برضاها. اذا هي صدق تبي تروح معاك الله يسهل دربك، غير كذي ما في. ايش فيك انت؟ ما تسمع الكلام؟
قلت لك لا تفتي وما حد طلب رايك. شيخة زوجتي وباخذها غصبا على الجميع. بتخسيل انت. انت اذا ما تعرف النارية له انا بعلمك. سعد خلي عليه. سعد اذكر الله قلت لك ايش فيك. راشد ابيك تعال. سعد هدي. تعال معي. تعال وياي. عارف بس خالك لعيب لعيب يعني مهاري بس الحظ. سعود سعود صح. سعود اكلمك. اذبحوني زين شي الحين. ايش رايك فيني لعيب ولا لا؟ ما شفنا شيء. افا سعود اكلمك اخوي. سعود ما قلت لي شلون بتصرف في الموضوع. اي موضوع؟ قصدي التشيك. سعود رفيجك هذي ترى انا كلش ما ارتحت له، خايفه بس يروح يشتكي علينا في المركز. خلاص يبا انسي الموضوع عاد انا بتصرف. شلون بتتصرف؟ لا تشتغل ولا عندك مصدر دخل، من وين بتجيب هالمبلغ؟ سعود المبلغ مو هو بسيط. يا يبا قلت لك انا بدبر الفلوس. ما شاء الله. شو فلوس هذه بتدبرها؟ ايش فيكم سكتوا بلعتوا لسانكم؟ اي فلوس اللي بتدبرها؟ يعني هي اختي يعني محتاجه مبلغ فتقول لي اذا انا اعرف حد عشان المحل يعني اخذ فلوس. افا حظيل هسه بس ان شاء الله المبلغ اللي عندي مو وايد لان اللي عندي الحين 500 ريال نصيب شخذيها ان شاء الله اول ما تيسر امورك رجعيها لي. عجبها. يلا علي يلا يلا ابو سمين. وانت يا شيخة ايش رايك؟ خايفة خايفة ارجع له وخايفة اتم هني. يا عاد خايفة من شنو؟ ليه متى بتم هني معلقة؟ لاني المتزوجة ولا اللي متطلقة؟ وسعد أخوي قاعد يجهز نفسه بيسافر عشان يعالج مرته. وخالد مثل ما أنتي عارفته الآهي في حياته وفلوسه. خالد أول الناس يوقف مع راشد وراشد ما تغير مثل ما هو ولا راح يتغير. وإذا رجعت له معناها أني أنا قبلت في معاملته السيئة. الله يعينك على هالحال يا أخيتي. ما حد يقدر يلومك. عاد الله كلش ولا هذا رايلك لكدي وشراني. أنا ما أدري أنت شلون قادرة تستحملين العيشة معاه. لا وفوق هذا تكونين أسرة معاه. شوري علي يا عايشة. شنو أسوي؟ أرد له ولا أتم هني؟ ما أدري شيوخة حبيبتي يعني صراحة القرار صعب. أنا ما أبي أقول لك على شيء عقب تندمين عليه. قصدك أطلق؟ لا حبيبتي أنا كلش يعني ما أقصد كذي. بس بقول لك على شغلة. سوي القرار المناسب واللي تشوفينه واللي أنت ترتاحين له. إذا أنا أتخذ القرار وأسوي اللي أشوفه مثل ما أنت تقولين أنت شنو فايدتكم في حياتي؟ وليش سمحت لكم تتدخلون وتقولون رأيكم؟ وليش أنا الحين موجودة في بيت أبوي وأتحامى فيه؟ قولي لي يا عايشة ليش؟ ما أعرف شو أقول لك. ما أعرف. كل ما قلت لها أبي فلوس تقول نطر شوي. ليه متى بنطر؟ يعني أنا الحين قول شو أسوي الحين؟ توني سامعها تطلب من أخوها سعود قال أدبر لي بيزات فلوس تبي ما أدري السالفة. سعود؟ صدق هالكلام؟ لا إيه ليه لا 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 صدق. لا والله كذبني بعد ها؟ سامعها انا تقول لك دبر لي فلوس ابي بسرعه، انا سامعها باذني. صح صح. يعني الحين الله يهداك يا جاسم. هو من وين الفلوس؟ بروحه قاعد منتف، لا يشتغل ولا يكل. من وين بيجيب لها فلوس؟ اقول البنيه هذه وين تودي الفلوس هذه كلها؟ لا لا اكيد وراها سالفه. انا بعد اقول سالفه. اسمعني، هذه دانا بنت محمد عبد العزيز، يعني شايله اسمكم. يعني الله لا يقدر لو صار شيء ترى عارفينه منك ومن شرك. يا جليل حي صدق مو متربي.
الحمد لله انك ما ربيتني. منصور انت الحين ما تحط لسانك بحلجك وتنطعم؟ لا تزعل يا جاسم، هذا حسبة ولدك. هذه لو كان ولدي انا كان دلت تستعيني تحت بيومي. الله له حكمه انه ما رزقك بعيال، قول الحمد لله. اوف لا عيب عيب ناصر، لا تكلمه كذي، ترى لازم للحشيمه والكرامه، بعدين ترى عمنا يعني. هذا عمك انت مو بعمي انا، هذا بالنسبه لي رجل امي وبس. جاسم وانت يا سعود ايش لا تخلي غلط على اختك وانت ساكت. لا شوف بصراحه ناصر عمنا ما غلط ولا قال شيء. انت وبعدين معك يمه قبل لا تخلطين علي وتسبيني، على شنو؟ على واحد ما يستاهل؟ لا يستاهل، هذا رايلي، هذا الريال اللي رباكم عقب وفاة ابوكم. هو لو مربينا صدق كنا حشمناه وقدرناه وحطيناه فوق راسنا، لكن هو مستغلك وباقي فلوسك وفلوسنا. ثاني شيء يمه انت ايش لا خايفه على زعله؟ يعني ايش تبي تسوي؟ تبي يطلقني؟ تبيني اتطلق وانا بالعمر هذا؟ عارف كلام اخوك يا سعود؟ لا يمه مو بعاجبني. احنا ما تربينا مثلكم. المطلقة والأرملة كان محكوم عليها بالسجن، حتى اللي تتزوج وهي كبيرة بالسن. وأنا يوم تزوجت أبوك كنت مقربة على 30، الناس كانوا يسموني عيوز، كانوا يقولون هذا ليش متزوجها وهي عيوز كذي. يوم مات أبوك كنت انتو صغار، ما كنت أقدر أربيكم بروحي، كنت محتاجة لريال يشيل معاي الشيلة هذه، علشان كذي تزوجت. يمكن عمك جاسم تزوجني لأنه كان طمعان بالورث اللي ورثته عن أبوك، لكن أنا تزوجته لأني أبي ريال، أبي واحد يوقف معاي، ما أبي أكون بروحي. أخوي 400 بالعربي 400 بالإنجليزي، شراي ولا لا؟ 150 تبيع. شلي 150؟ أقول لك هذا معتق، تعرف من مغني هني؟ أم كلثوم. إن شاء الله ناسي عجرة. لا أنت أقول من أول ما شفتك شككم شراي. يلا يلا تحلى تواد، توكل 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 توكل. أوه هذه ترى أزعجتني سندارة، ترى كل شوي متصلة وتسأل وين رحت وين جيت. أنا لو تم في السجن أبرك لي. تاج. أيوة. ليش دخلت؟ تعرف أبو عبد الله ده ربرب كثير كلامه كثير وبلغ. على فكرة المدام شايفة وقفت عربيتها جاية، شكلها جاية هنا. تاج اذا سالت عني قول انا ما حد. ان شاء الله. تاج. نعم. شاهين وين؟ شاهين راح مشى. وين راح؟ داخل محل؟ لا عارف مشى مدير، هو المدير، انا ما مسؤول منه. هاي لما اكلمك طالعني كلمني، وبعدين هني ما في مدير، انا المدير،
وانت شاهد تشغلون عندي. ان شاء الله ان شاء الله. حاضر حاضر. قاعدة ناطرتك ناطرتك يا شاهين. وانت روحي بلي شاي. ان شاء الله. بل هذه طلبة شاي. شكلي بختنك في الفريزر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. انت شو اللي جايبك هني؟ لو سمحتي تفضلي طلعي. اللي جايبني هني حقي، وانت بعد لك حق عندي. وانا ما ابي منك لا حق لي ولا حق علي. لو سمحتي هذا مكان عمل، تفضلي طلعي برا. لو سمحت يا سلمان خلني اقول اللي عندي. حقي احاسبك على اتهامك لي وعلى طعنك في أخلاقي، وحقك تعرف من الولد اللي كلموني عشان أروح أستلمه. هذا هو، هذا هو الولد. أظن تعرف هذا ولد من. هذا ولد أختي هيا. هذا هو. والحين الحق اللي بيني وبينك خلص. الله يستر عليك يا إبا، الله يسامحك. سلمان بقول لك شيء، ترى منول ما تعرف ان انا جيتك، واتمنى ما تقول لها. والحين روح اتصل لها، كلمها وخذ بخاطرها. الله يوفقكم ان شاء الله ويصلح بينكم يا رب. الله يستر عليك يا مع السلامه سلمان. هذه بركة شكلها مطولة. اسمعني تاج، أنا أبيك كل ما يجي شاهين المحل تسوي لي تلفون، وعقب ما يطلع هم تسوي لي تلفون. طيب أنا أكون جاسوس؟ إذا ما تبي تشتغل وايد غيرك بيشتغلون. أنا ما عندي مانع، بس ما هيتي ما بتكفي عشان كل يوم اتصل عليك تلفون. ولا يهمك، راح ازيد راتبك 300 ريال. 300 ريال؟ اي فكر في الموضوع. والله اسف يا مدام، ما بقدر ابقى جاسوس. خلاص كيفك، ناس وايد غيرك بيشتغلون. على العموم إذا وصل شاهين اتصل فيني، أوكي؟ انت يا بوس بتخاف من المدام مالك؟ يا تاج السر، هذا ما يسمونه خوف، هذا يسمونه احترام. المدام هذه اللي قاعدة تأكلنا عيش، ولقمة العيش ترى صعبة. هذا الخمسمية. أي خمسمية؟ أنت ما أشرت لي قلت لي خمسمية، نسيت؟ ها إيه حاضر. أخ ظهري. أقول تاج السر ناولني عقالي. إن شاء الله إن شاء الله.
500 الان تبيعني ب 300 ريال بخليك هني لين ما تخيس انا براويك. الحمد لله انا بخير دام ولدي علي بخير. ودوني مركز الشرطه. يوم رحت مركز الشرطه ضربت الحرامي؟ لا ايش دعوه لا تعبتوني ولا شيء. باجر ايش سويت انا؟ ايش دعوه ايش سويتي؟ يكفي اللي قاعده تسوينه مع علي. علي هذا ولدي وانا ما احس بالراحه النفسيه والسعاده الا يوم اكون معاه. بس اشوفه قدامي هذا كل شيء عندي. وجعل الله ان شاء الله يفرح قلبك ويرزقك ان شاء الله بالزوج الصالح اللي يحبك ويقدرك. امين يا يمه. ولك مني وعد اول وحده بيبي في عرسك. زين اسمحوا لي من رخصتكم. وين يا يمه وين؟ ما ضيفناك تو الناس. ما علي يمه مره ثانيه عندي وايد اشغال اليوم في المحل لازم اروح بيك مره ثانيه ان شاء الله. دامك مشغوله مرخوصه. يعطيكم العافيه. مع السلامه. الله يسلمك بيتك. علي يلا مع السلامة. دانا بجي معاك. حبيبي بعدين ماما دانا عندها شغلة الحين. دانا مشكورة على اللي قاعد تسوينه مع علي بصراحة تفضلتي علينا. ايش دعوة اخوي طلال انا لا تفضلت عليكم ولا شيء. وبعدين مثل ما قلت حق اختي عاشة علي هذا ولدي وانا ما احس بالسعادة والراحة النفسية الا معاه. يلا عاشة تبين شيء ولا شيء؟ حبيبتي سلامتك يا عمري. يلا مع السلامة. مع السلامة حياتك. تحبها؟ من هي؟ أم دانا. إي وايد. وأنا أحبك وايد. خايفة من المجهول. أي مجهول؟ أنا قلت لك بنروح لندن وبنبدأ حياة جديدة هناك. ربعي هناك موجودين بيضبطون كل أمورنا. وليش الغربة يا ضاعن؟ ليش نتغرب وإحنا عايشين في خير ونعمة؟ شو اللي ناقصنا؟ يمكن ما في شيء ناقصك أنت بس أنا ناقصني. أنا ناقصني أعيش سعيد وأحقق أحلامي. وإحنا أنا وبنتك ما إحنا سعادتك؟ ما لنا أي أهمية؟ ما تخاف علينا؟ ما حد يقدر يحمي أحد من خوف. أنا دكتور، تعرفين يعني شنو دكتور ينحرم من ممارسة مهنته؟ كأنك تحكمين علي بالإعدام، لا تزيديني قهر، سنين من عمري راحت، تعبت عشان أصير دكتور ويصير لي اسم معروف، سنين وسنين، هم يعرفون إيش كثر في هالسنين في تعب وسهر، ما أشفعت لي هالسنين ولا خبرتي، ومن يحرموني أنا من مهنة الطب، تدرين؟ كل اللي نحتاجه في هالدنيا شوية إنسانية. إنسانية؟ والإنسانية إنك تقصبني أسافر معاك؟ أنت مو مقصوبة. قدامك طريقين. طريق نمشي مع بعض، طريق تمشينه بروحك. اختاري واحد منهم. أنا بعطيك فرصة تفكر في اختياراتك. أنت تعرفين أنا شنو اخترت. بتين معاي ولا كل واحد يروح في طريق؟ وسارة بنتي باخذها معاي. وأنت شلون تاخذها؟ البنت لحن صغيرة ولا تبي تلوي ذراعي؟ أنا مو بطبعي ألوي ذراع أحد. بس أنا ما أشوف إن في شيء يمنعك من السفر معي. أنت كنت تحبني، شو اللي غيرك علي؟ الحب طريق لاتجاهين، إذا صار باتجاه واحد صار خطر، وكرام الحب دفن. ضاعن، لا تضيعنا معاك، أزمتك هي أزمتنا، لا تهدم حياتك وحياتنا، العمر له فاسين، فاس يبنيه
وفاسي دمره. أنا بسافر خلاص، هاي قراري، بروح أضبط أموري هناك وبعيش هناك، وبعد سنة بتكون بنتي فاطمة برجع أخذها تعيش معاي، وقبل لا أسافر توصلك ورقة طلاقك. إيه صدقين توني دريت منك سالفتك أنت ودانا. أدري ما كان المفروض أسكت ولا حتى أسامح سلمان على ظن أختي، بس كان عذر إني ما كنت في وعي يا ناصر. ما شاء الله عليك، ما كنت في وعيك، لقيتي لك عذر وما لقيتي لأختك عذر. المفروض منك إنك تتأكدين قبل تتخذين أي قرار. على العموم أنا مو جاي عاتبك، ما دامكم تصافيتوا الحمد لله، بس اللي أبيه منك إنك تنتبهين على أختك دانا. ترى دانا طيبة، ومن كثر ما هي طيبة أمي وريل أمي محسسين إنها واحدة غريبة في البيت، وحقوقها صارت واجبات. بس شو أقول لك، ترى الطيب ما له نصيب هالدنيا. لا أنا أعترض، الكلام اللي قلته غلط، الدنيا تشيل الكل، يمكن إحنا اللي ما نبي الطيبين يعيشون معانا لأنهم يخلونا نكتشف الشر اللي فينا. لا، مدام اكتشفت الشر اللي فيك يلا الحين دفع الحساب. ما طلبت شيء. عنده يطلع نجي هيكون عباله يقدر يسوي شيء؟ ما يقدر، لأنه بس أنا اللي أقدر، وللحين اللي جاي أكثر. عقب ما هددته وخاف يا بطلال وأمه فزعة على باله أنه بيخوفني كذي، لا وغلط علي وسبني في بيته اللي هو أصلاً بيت أبوه. ترى زوجتي شيخة لها حق في البيت. راشد شنو صار في النهاية؟ ولا شيء، طردني من البيت. أنت يرضيك إنه يطردني من البيت؟ ترى أنا اللي نصيب في البيت لأن زوجتي شيخة. وشيخة راضي إنها ترد معاك؟ لا، هي ما وافقت، مبين عليها مغصوبة لأنه مأثر عليها. مأثر عليها وغاصبها أنه ما ترد معاي، بعدين مبين عليه أنه ما يحبني. شلون تبي يحبني وأنا اللي وقفت معاك وخليتك تكسب القضية لما صرت الوصي على أبوك؟ لا ذلني بعد، ذلني. الله يخليك يا خالد، أنا لا تتخلى عني، أبي وقفتك معاي. لا تنسى لولاي أنا كان أنا الحين أبوك في بيت سعد. تعال يبا من مساعة، أنا وأنا 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 خير يبا، شو مسوي؟ ترى كل شيء سويناه بالقانون. ترى لولاي أنا كان أنت ما عرفت القانون، ترى أنا اللي وديتك عند المحامي خليتك تكسب القضية وضبطك. شوف هالفواتير هالبلاوي اللي مسويها أخوك. دريت، بلغوني الحسابات. ما علي يبا، خالد يا أهل توه صغير فرحان بشبابه، نتحملها شوي. من اليوم ورايح ما في أي مبلغ يطلع من الشركة أو مصروفات أو حتى أوامر إلا بتوقيعك أنت. يعني شنو؟ أنا لازم أستأذن من سعد علشان أشتري ولا أسوي شيء؟ إذا بغيت تشتري من فلوسك وراتبك لا أنا ولا سعد بنمنعك، لكن فلوس الشركة لا. وأنا شو مسوي في فلوس الشركة؟ كل ما في الموضوع دخلت البورصة وما ضبطت وياي، يعني شنو أنا قاصد أخسركم؟ اسمع، اللي مثلك لازم يكون عليه رقيب، ولازم ما تنحط البيسات في يده، ويكون عليه وصايا. وصايا؟ سعد الحين وصي علي؟ مثل ما هو له نصيب في الشركة أنا بعد لي نصيب،
لا أنت ولا أخوك لكم نصيب في الشركة طول ما أنا حي. إذا الله أخذ أمانته ذيك الساعة دور على نصيبك. هذا إذا تم لك نصيب أو تمت الشركة. إذا هذه سوالفك.